طيب ندخل في المرض اللي بقى اللي يليه انيوريزم اند ديسكشن. ما واضح الصورة طبعا هنا، هذا الانيوريزم، هذا الدايلاتيشن اللي يسموه انيوريزم، وهو تور انيوريزم لانه الدايلاتيشن هذا يتكون من الثري لايرز اوف ذا فاسكولار وول، بينما الفولس انيوريزم لما يكون معانا اللاير بس الادفنتيشيا ودخل الدم للادفنتيشيا او للاكسترا فاسكولار كونكتيف تيشو، هذه نسميها فولس انيوريزم. الدايسكشن عندما يدخل البلاد فيزلز ان بتوين لايرز اوف ميديا. طيب وهنا طبعا تعريف الديفينيشن والكوزز زي ما انتم شايفين امامكم. الانيوريزم هي abnormal permanent segmental dilation of the atrial wall. الكوزز جينيتيك، في امراض جينيه تعمل ديفكت في الكونكتيف تيشو فايبرز زي المارفان سندروم، هيلر دانلوس سندرومز، هذه كلها سندرومات مشكله بالفايبرز تبع الكونكتيف تيشو، او ممكن يكون في جينيتيك ديفكت تجعل الميتالوبروتيز، هذا اللي يسموه ميتريكس ميتالوبروتيز، شغله اكثر، وهذا اللي بيعمل ديجريتيشن للكونكتيف تيشو وبالتالي يعمل ويكنينج للوول تبع البلاد فيزلز. ممكن يكون كونجينيتال، يولد والطفل عنده الانجزم زي بيري انجزم زي ما قلنا. ممكن التروما، لما يحصل تروما للوول بارشلي وبالتالي ما حصلش هيموريج لكن حصل ويكنينج للوول وبالتالي ممكن يحصل انيوريزم مع الوقت. او الفاسكولايتس، الانفلاميشن ممكن يعمل ويكنينج وبالتالي انيوريزم. انفكشن، ولو انه نادر انه يحصل انفكشن للفاسكولار وول لكن برضه ممكن يعمل انيوريزم. وفي الاخير الاثيروسكلروسيس زي ما شفنا من ضمن الاسباب اللي تعمل انيوريزم. الكلينيكال سيكونسنس اند كومبليكيشن، الانيوريزم ممكن يعمل اوبستراكشن يعني حصل دايلاتيشن في مكان ما، ممكن زي البروكسيمال او الاسندنج بارت اوف ذا هارت اذا حصل له دايلاتيشن انيوريزم، ممكن يعمل اوبستراكشن للبرانشز تبع الكوروني ارتريز، ممكن يعمل كومبريشن للادجيسنت ستراكشرز زي ما يحصل للاسوفيجاس اذا حصل له يعني كومبريشن من الخارج وبالتالي يحصل ديسفيجيا، هذه من ضمن الايش الكونسيكونسز تبع الانيوريزم. ممكن يحصل له رابشر وبالتالي انترنال هيموريج وغالبا يكون فيتال اذا حصل هذا الكلام. الانيوريزم يجعل البلاد فيزل يتراكم في المنطقة هذه وبالتالي يحصل ستيسز للبلاد هنا وبالتالي ممكن يكون عرضة لتكون الايش الثرومبس فورميشن وبالتالي ممكن يتحول لإمبولس وتمشي مع تيار الدم. ممكن يعمل بالسيتنج ماس إذا كان معنا أنيوريزم في مكان ما قريب من السكن، ممكن تحس إنه هذا الأنيوريزم هي ماس بس بالسيتنج لأنه فيها بلس من لها كونكشن مع الأرتريال اليومين. الدايسكشن زي ما قلنا هو entering blood between blood vessel wall layers in between the layers وخصوصا الميديا. أسبابه الهايبرتنشن طبيعي طبعا واضح، جينيتك كونكتيف تيشو، برضو المارفان سيندروم، إهلر اللي تعمل أنيوريزم برضو ممكن تعمل دايسكشن، دراج أبيوز، الإبر اللي بيضربوا إبر ممكن يحصل لهم، يكون أكثر عرضة للإيش للدايسكشن، ياتروجينيك الكاثيترزيشن، أصحاب الكارديولوجيست ممكن يعملوا كاثيتر أرتريال كاثيتر وبالتالي يعمل إنجري للوول ويحصل دايسكشن، وفي حالات نادرة البريجنسي ممكن تعمل دايسكشن. الباثوجينيسيس تبع الدايسكشن إنه لما أخذوا عينة من الأماكن اللي فيها دايسكشن وجدوا إنه في ديجنريشن، يحصل ديجنريشن للميديا، أماكن أماكن كذا فوساي فوساي يحصل لها ديجنريشن، وهذا المكان تكون فوكس أوف ويكنينج وبالتالي ممكن يخترقها البلد خصوصا لو الضغط مرتفع وبالتالي يحصل دايسكشن.
الباثولوجي طبعا الباثوجينيسيس للانيوريزم نسينا ما نتكلم عنه، بسيط برضو ما يحتاج شو واحد يعني بديهي، ان الكوزز هذا لما يكون في ويكنينج هذه كلها الكوزز تعمل ويكنينج للوول، ومع البريشر يحصل الديلاتيشن. هذه ببساطة. نعود للدايسكشن، عرفنا الباثوجينيسيس، إذا هنا يحصل degeneration of the smooth muscles inside the media، وهذا degeneration سببه أن يحصل vasoconstriction للفازا فازورم الوعاء اللي يغذي البلاد فيزل وول. الكلينيكال فيتشرز او consequences and complications، من المميزات للدايسكشن البين حقه يعني مميز، انه يكون صدن وستابن كذا زي الطعنه، لانه تمزق بين، وغالبا يكون في مكان بدايه الدايسكشن، وبعدين يكون راديدنج تو ذا باك اند اكستند داونوردز. فمثلا لو كان في الاورطه في الاسندنج ولا في الديسندنج اورطه، يشعر المريض انه عنده الم في الصدر والم زي الطعنه كذا وهو شديد ومفاجئ ويمتد الى الاسفل. الكومبليكيشنز حقه ممكن يحصل رابشر وبعدين هيموريج. الهيموريج على حسب المكان طبعا، ممكن يعمل لداخل البريكارديوم للبلورا للبريتونيوم. ممكن الرابش الدايسكشن اذا حصل قريب من الفالف، ممكن يعمل اكيوت فالفولار فيلير، ممكن يعمل تمبريد للقلب بسبب السوائل، ممكن يعمل انفارشن، ممكن يعمل هارت فيلير، ممكن يعمل ايش اوبستراكشن للبرانشز تبع الارتري اللي هو مصاب بالدايسكشن. الكلينيكال هذا بالنسبة لمن؟ ال dissection.